الدكتورة يومي في رد على السعودي الذي عرض المال للزواج منها. خرجت مشهورة المواقع اللبنانية المعروفة بالدكتورة يومي للرد على عرض مواطن عليها 2,000,000 ريال وسيارة رينج روفر للزواج منها. وقالت يومي في مقطع نشرته على حسابها الخاص في تطبيق سناب شات أنها تفاجأت بانتشار الأخبار عنه وضحكت على العرض وعلقت قائلة: شو القصة؟ زوجتوني وطلقتوني وأنا لا أعرف شيء، قاعدة بالأوضة أعمل مساج. وأضافت معلقة على صاحب العرض: إن أهل السعودية أهل كرم وإنت على راسي من فوق، بس اطلع فيي، هل أنا وجهي وجه وحدة بدها تتزوج؟ أكيد لا. شكرا على العرض، أتمنى تلاقي بنت تانية تقبل بالعرض. ثم ختمت الفيديو بكلمة: مبروك الشهرة. بس أنا طلع فيي، طلع فيي، أنا شكلي شكل وحدة بدها تتزوج؟ طلع فيي، أكيد لا. Thank you so much على العرض، بتمنى تلاقي بنت تانية تقبل بالعرض اللي أنت قدمته، بس أنا I'm sorry. بس لتشوفوا إنه كل شيء بخص الدكتورة يومي بالسعودية شو؟ ترند. يلا مبروك الشهرة. وقبل ساعات انتشر مقطع فيديو لمواطن معجب بيومي وأعلن عن رغبته بالزواج منها. وقال في مقطع الفيديو: أنا أعلم من هذا المنبر بأني أتقدم للآنسة يومي. مساكم الله بالخير حبايبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. قبل فترة جاء شخص عزيز على قلبي وأنا من أشد المعجبين فيه، ألا وهي دكتورة يومي. حاولت أتواصل معها ولكن بسبب ضيق الوقت ما توصلت النتيجة. فأنا أعلم من هذا المنبر بأن أتقدم للآنسة في حال وافقت أي دكتورة يومي، راح أعطيها مهر 2,000,000 ريال وسيارة رنج آخر موديل. أتمنى من شاف هذا المقطع يوصل لها هذه الرسالة ويعطيكم ألف عافية. الدكتورة يومي هي فتاة لبنانية تشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها الحقيقي يمنى خوري، وتتخذ لنفسها لقب الدكتورة يومي. ومن غير المعروف هل هي متخصصة فعلا في الطب أو أنها اتخذت هذا اللقب لنفسها دون أن تكون لها علاقة بمهنة الطب. وتقوم يومي من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض الصور ومقاطع الفيديو من يومياتها والأماكن التي تسافر إليها، وهي تصف نفسها بأنها مدونة حول الموضة والجمال، وتهتم بتقديم مقاطع فيديو التي توجه للفتيات وتقدم لهن من خلالها بعض النصائح حول التجميل والموضة. وتعد الدكتورة يومي اليوم من الشخصيات المثيرة للجدل على منصات الإنترنت، حيث تقوم ببعض الأفعال التي تعمل على إثارة الجدل من حولها حتى تستطيع الحصول على عدد أكبر من المتابعين. شو كنت عم تقلي؟ أوكي، حسب تكلمي جوا اللي دخلت عليها غلط. لا لا لا، أقول لك أدائك اليوم 10 نجوم. والله أقسم بالله العظيم لا حد يطقطق عليك. شو التكتك؟ شدي حي، بعضهم يقول لك لا خلينا ناخذ تك ثاني تكونين افضل، انت بالاول 100%، بس عاوزين ياخذون 2-3 عشان ياخذون هم اللي يبغونه. يعني انت مش شايفني مشروع؟ شو مشروع؟ ممثله؟ انت مو مشروع، انت ممثله. الله الله بالله العظيم.